325 حصان 750 نيوتن متر. اها اها عم تتهدى. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بتجربة جديدة، واليوم نحن موجودين بالبحرين على حلبة البحرين الدولية اللي حتى نقوم بتجربة سيارتين صاروخية. وين في احلى من حلبة البحرين انه يجربوا عليها، لانه اذا قمنا بتجربتهم على الشارع ما رح نقدر نتمتع، وراح نخليكم تتمتعوا معنا. السيارتين هن من بي ام دبليو ام 2 كومبيتيشن والام 5 كومبيتيشن. شو الاختلافات اللي طرقت على السيارتين؟ ام 2 كومبيتيشن الشبك الامامي صار اكبر ولونه اسود، والصادم من تحت فتحاته صارت اكبر لتبريد احسن. كمان فينا نشوف المرايا تبع الام 2 صارت مثل سيارات الام 3 والام 4، وفينا نشوف من الخلف مشتت الهواء المختلف عن الام 2 العاديه، وكمان فينا نشوف البادج ام 2 كومبيتيشن باللون الاسود على الصندوق. اما بالنسبه لبي ام دبليو الام 5 كومبيتيشن كمان فينا نشوف الشبك الامامي باللون الاسود. ما رح اكثر حكي، رح نطلع ونفرجيكم هالسيارات شو قادرين يعملوا بالقوه يلي زادت عليهم. تجربتي لا بي ام دبليو ام 2 كومبيتيشن على حلبة البحرين الدولية. فينا نشوف تغييرات طفيفة على السيارة من الخارج، هو الشبك الامامي اللي صار موصول ببعضه ولونه اسود، وفينا نشوف فتحات التهوئة على المصد يلي صارت اوسع لحتى تعزز من تبريد السيارة. اما من الداخل فينا نشوف كراسي الام باور موجودة، كراسي رياضية، والحلو فيها فيها الخياطة الملونة، مقود الام باور موجود عليها، وحتى زر تشغيل المحرك صار باللون الاحمر. اما التغييرات الكبيره اللي طرقت على الام 2 كومبيتيشن هي المحرك الجبار تبع بي ام دبليو ام 3 وام 4. كبير بين الام 2 العادية والام 2 الكومبيتيشن، وهذا الشيء بيعود لمحرك الام 3 يلي زودت في سيارة الام 2 كومبيتيشن، تسارع خيالي، وحطوا عليها علبة التغييرات والديفرنشال كلهم بيعودوا للام 3. وعدلت أجهزة التعليق لحتى تتناسب مع القوة الموجودة على السيارة يلي بتوصل ل 410 حصان والعزم 550 نيوتن متر من خلال محرك 6 اسطوانات 3 لتر مع توين توربو. تسارع السيارة من 0 ل 100 ب 4.2 ثواني. وتبديل السيارة وفيكم تحسوا بالضربة القوية عند كل تبديل، وهذا الشيء بيعود لعلبة الغيارات دبل كلتش. واكيد عم تسمعوا صوت السيارة، وهذا الشيء بيعود للعادم يلي زودت فيه لحتى يتأقلم مع المحرك الكبير والأحصنة العالية. عجلات السيارة بتوفروا ب 19 انش، وصار في لونين جديد للام 2 كومبيتيشن هن السانست اورنج والهوكنهايم سيلفر. لأول وهلة لما بتسمع انه محرك الام 4 موجود على الام 2 كومبيتيشن بتيجي تفكر انه السيارة خفيفة، كيف بدها تتأقلم وكيف بدها تتصرف على هيك محرك، لكن المهندسين قدروا يعرفوا كيف يرجلجوا ويعدلوا هالسيارة من خلال الفرامل الكبيرة وأجهزة التعليق يلي زودت خصيصا وتعدلت لتتحمل هالضغط العالي للمحرك الكبير وخاصة السرعة العالية. وما ننسى انه السيارة دفع خلفي.
تعديلات على الشاسيه، اجهزه التعليق صارت اقصب 10% واوطى ب 7 ملي. 625 حصان 750 نيوتن متر. Drifting M5 competition. Ah.